قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزات. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزات، خاوتنا جيناكم في فيديو وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. في هذه الأثناء وأنا أقوم بتصفح الفيسبوك وإذا بي أتصادف مع منشورات عديدة تتكلم عن حدوث جريمة خطيرة جدا في باب الواد بالعاصمة، حيث أن هذه الجريمة أدت إلى هلاك شابين بين 23 و25 سنة وجرح 2 آخرين بينهما امرأة، في حين أن أسباب الجريمة لا تزال غامضة. المشكل مش هنا إخوتي، وإنما أنه تم استخدام طلقات نارية في هذه الجريمة. بعد التحقق وبعد التأكد من وقائع الحادثة وجد أن المتسبب في هذه الحادثة هو شرطي، لذلك تحققنا من مصادر موثوقة حول القصة الحقيقية لهذه الحادثة الأليمة، حيث حسب المصدر شجار وقع بين شاب يسكن في الحي وشباب من حي آخر جاءوا للاعتداء عليه لتصفية حسابات. خرج شرطي يسكن في العمارة حاوزهم بسبب الكلام البذيء، وقع شجار بين الشرطية وبين الشباب فحدث ما حدث، أطلق النار عليهم. الشابين يا خوتي الكرام هم سعيد وهيثم، وهذه صورة أحدهم كما تشاهدون، فربي جيب الخير فقط. خوتي خليونا أنتم رأيكم في التعليقات حول هذا الخبر الذي أفجع وهز كل الجزائريين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.